بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تم بعون الله تحرير دوار الحلبية في محافظة دير الزور، وقد قام بهذا العمل بعض الكتائب في دير الزور وكتائب المحافظة. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. هذه والقعقاع أبو الحارة. مدينة القرية، ها هم الأبطال يعودون من أرض المعركة بتحرير حاجة الحلبية. الله أكبر. لواء القعقاع، تاريخ 15/10/2012.